3 مليون تصرف 300,000 مليون 2 مليون 700 كسبون وقرا يعني نحن كان عندكم فلوس عطوه للناس او نحن نقولوا من فضلكم شيلوا للعلاج في ناس ما عندهاش متاخر يا راني نحن والله ما عاد قدرنا نقدوا في الطريق زمان كنا نقدروا نديروا عشان نقدروا لعندمته لعندمته شو الاجتماعية شو كثير هذوما انت تخدمهم هذوما ربيت بعدين في حتى حتى الصخر الناس ليش ما تعديش العمل تو انت في شغل حدد شغلك يا سيدي خلاص كانت تجي للساحه والله تخش فيها الحراب راهو في العشي حد يخطر تو ثلاثه واربعه ويعانوا كل الخشب في زيادات وريح كبار اوكي عندنا الارضيه اللي لوطه في المسرح اوكي هذا مستيج عندنا مستيج عندنا دور الدعاء كامل لعندنا قولوا انتم شو تبغوا تديروا فيها من لا نحن نديروا وهم يورونا التصميمات اوكي تمام ان شاء الله ما يقولوش حاجه ولا تعجبك ان شاء الله عارفين متاكدين الشباب المبدع كله تجهيزات المركز الإعلامي لإحياء ثورة 17 فبراير ذكرى 17 تجهيزات المركز الإعلامي للثورة 17 فبراير بمناسبة إحياء الذكرى الأولى للثورة هي نقدر نقول محاكاة لأعمال المركز خلال بدايات الثورة تجهيزات من الأمور اللي كانت ناشطة خلال بدايات هذا المركز بالبدايات الأولى للثورة اللي هو أساس المركز انطلق من رحم هذه الثورة والشباب اطلعوا بدور عفوي وتطوعي للتعبير عن آرائهم ولمجارات أخوتنا الشباب في جميع الميادين فحيكون هناك العديد من النشاطات للمركز حيكون هناك مشاركات في الساحة تقريبا يعني الأجواء الثورة الأولى يخطط لإعادتها في مدينة بنغازي منها الملصقات واللافتات والمخطوطات والعروض المرئية وممكن حتى الصحيفة حتكون مشاركة اللي هي صحيفة ليبيا التي صدرت بتاريخ 23 فبراير من المركز الإعلامي ممكن إحياء لبعض المقاطع الأولى اللي تم عرضها خلال الثورة من خلال قناة ليبيا لايف ستريم هي قناة النواة الأولى حقيقة للإعلام المتلفز في ليبيا الحرة واللي يجب أن نحن نحيو جزء من ذكرى أو نحيو ذكرها ونحيو ذكرى شخص الشهيد محمد وغيره من الشباب نشاطات عديدة الحقيقة حيشهدها اليوم الحافل والنشاطات هذه حتكون مش مقتصرة طبعا على المركز الإعلامي لأن المركز الإعلامي جزئيا حيكون في الحدث لأن المركز الإعلامي جزء منها من 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 ثورة من ثورة 17 من فبراير وله جزء كبير
ايضا حيكون هناك برامج متعدده من خلال الساحه ومن خلال المركز. يعني نقدر نقول بوصف مختصر جدا جدا ان المركز يعود لبدايته او يعود للحياه، خلينا نقول الحياه الاولى اللي ولد بها بعفويه الشباب، قوتهم وقوه خطابهم في ذلك الوقت. يعني ببساطة، من كان يدير الإعلام قبل 19/3؟ هذا هو السؤال اللي حنجيبه عليه من جديد خلال هذه الذكرى، والله الموفق إن شاء الله.